كاب مالك إصابة مدرب النادي الإفريقي والتداعيات اللي بعدها، شو اللي ممكن يصير أو صار أو تقرر؟ 19 دقيقة لاعب عبد الرزاق إصابة سعيد السابي في مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي. الحق الصورة اللي شفناها صورة مخجلة للمدرب التونسي، التصويرة خايبة برشا، شفناها برشا في ملاعبنا، والكابو نجم أكيد يحكي بأكثر تفاصيل، لأنه التصويرة هذه تعاودت مع شاكر الزواغي كنت تذكر كابو، تعاودت مع نادر داود مساعد نبيل معلول في ملعب بنزرت، اليوم مع سعيد السابي، ذولي الصورة خايبة على المدرب التونسي. شوف هي مهمش يخذوا في المدرب كشخص، هو يظهر دون لتاع اللي في جي في الاشكال الوحيد هو اللي عملها منين القضاء تو في القضاء، هو السيد هذا شد ومن سيدي حسين من تونس وكلوبيست ايش تحب تقول؟ لا ما نحب نقول حتى شيء، القضاء يقول مش انا اقول. اي انت علاش ركزت قلت كلوبيست؟ قال هو من النادي الافريقي. اي كلوبيست اي خرج الخبر هذا، خرجت اخبار انه منتمي، ما نعرفوش مش عندي انا الحق صحيحه او غير صحيحه، مهما يكون الامر يعني وقت اللي توا قضيه كما هذيا او وتباح في فرنسا شامبيون دو فرنس ليغ 2 وقف الماتش، وقف الماتش. مش كيف مش هذوما نقولوا حالات استثنائيه. تداعياتها شنو؟ تداعياتها القانون اللي وافقت عليه الانديه كلها. اي خلينا من لغه قانون الوديع الجاي، القانون اللي وافقت عليه الانديه كلها، هذا القانون هذاك يتطبق معاه شويه تروي. شو القانون المختار؟ القانون هذا هو هذا هو في اللقاء نوقفوا المقابله او حاجه وينتصر النادي الافريقي ما فيش كلام، هذا مطبع يعني الانتصار ثابت بتاع النادي الافريقي. القانون يقول هكا، القانون يقول هكا، هذا القانون. لكن ماذا بينا احنا ما نسرعوش في ايقاف المباريات. نادى داود كي تضرب وتحلوا له اربع ونص من هنا ما وقفش الماتش. ماكش القانون جاء بعد؟ لا قبل من اللي بدا الواحد البلاي اوت، التقدير للحكم طبعا. اي الحكم هو اللي يتصرف، الحكم يتصرف، نجم ضربه جزاء يقول مو ضربه جزاء، لا كوم يساعدوا ماتش معاه للتصحيح. الطاقم هو كامل، الطاقم كامل، دونك مش واحد بركة يا اخو قرار. تو هي القضيه عند القضاء، اصابه نادر داود. سامحني يعرفوا الناس القضاء هو باش يقول كلمته تو، واضح هذا هو. ولكن اصابه نادر داود مختار للتصحيح فقط، كانت قبل البلاي اوف، راهو في مباراه بنزرت في بنزرت. ايش بيه القانون مش على البلاي اوف؟ لا واش نقول لك عليه؟ لانه القانون خرج 2022 يعني بعد لقاء بنزرت. خرج القانون هذا. ايش تحب تقول هنا؟ لا انت قلت علاش ما وقفش اللقاء في اصابه نادر داود، قانونيا في اصابه نادر داود مازال ما فماش قانون. داكور تغير القانون. انت تقول كابو التداعيات، القضاء هذاك باش ياخذ المسار نتاعو. حسب القضاء شو يقول؟ والتداعيات حسب القانون نتاع الجامعه نتاعنا. اذا كان يطلع الكلوبيست عملها العمليه. ما وقت القانون يتبدل هو. لا فماش قانون هنا مختار، شو شحال له الدم يطلع هو كلوبيست ولا يحب البيت. اذا كان اعترف هذيك حاجه اخرى. يعترف ويقول راي القضاء كله تقول ونسجل لك سيتو. على كل بالنسبه لليوم النادي الافريقي هو المنتصر على بيجا في انتظار التقارير اللي صوره تبكي وتاسف وقت تشوف مدرب تونسي خرجته الامبيلونس وسياره الاسعاف طبعاً من ملعب مباراه كره قدم وما يسحقش. مدرب ممتاز ومتربيته ولعب عندي دربته كواحد متخلق الى ابعد الحدود ومتمكن عاد بالنادي الافريقي. يلا وصلنا تقريبا الى نهايه البرنامج، ولكن الى نهايه